تزامناً مع اليوم العالمي للسلاحف البحرية، احتفلت مجموعة جميرة اليوم بالذكرى العاشرة لتأسيس مشروع إعادة تأهيل السلاحف، وأطلقت من شاطئ برج العرب بمساعدة أطفال المدارس ونزلاء الفندق سلاحف مهددة بالانقراض بعد تأهيلها في دبي. أثير علي بالشكر والتفاصيل. للبيئة البحرية مكانة خاصة في دبي، وذلك لما لعبته من دور كبير في قيام هذه المدينة، ولا زالت دبي تحافظ على هذه الثروة المائية بكل الطرق. فنتابع التقرير. بعد مدة تأهيل استمرت لسنوات عدة وبمساعدة النزلاء والسكان في دولة الإمارات وفي أجواء مفعمة بالتأهب ولحظات الانتظار شارفت على الانتهاء، انطلقت أخيراً اليوم 110 سلاحف من نوع منقار الصقر المهددة بالانقراض نحو الحرية. انطلقت بلهفة نحو المياه الزرقاء لتحتضنها أمواج بحر دبي، ومودعة من قبل كل من ساعدها، أناس تملأهم العاطفة تجاه تلك الحيوانات والتي سخر الله لها أفراداً ساعدوها دون مقابل. أتى الحدث خلال احتفال مجموعة جميرة اليوم بالذكرى العاشرة لتأسيس مشروع إعادة تأهيل السلاحف، وتزامناً مع اليوم العالمي للسلاحف البحرية. أكيد في له كتير، بصير في رابط عاطفي ومعنوي بين سواء بين الضيوف، لو تشوفي الأطفال لما بيجوا ليطعموا السلاحف، وهذا شيء كتير مهم لأنه هن الناس نفسهم هن اللي ساهموا وساعدوا بإنقاذ هالسلاحف، هن اللي جابوهن. السلاحف كلها تم إنقاذها من شواطئ الإمارات. وللمجتمع الإماراتي دور كبير، حيث يعد الداعم الأكبر، وذلك من خلال حملات التوعية العامة للعثور على السلاحف المصابة على الشواطئ في الإمارات كافة وتسليمها إلى مركز إعادة تأهيل السلاحف في دبي، ومن ثم يتم رعايتها من أحد أقدم مبادرات المسؤولية الاجتماعية التي نجحت جميرة في المحافظة على استمراريتها. ويعد المشروع الأوحد في منطقة الشرق الأوسط والبحر الأحمر، ويتخذ من برج العرب ومدينة جميرة التي تقع على الساحل في دبي مقرا له. السلاحف، وجودها السلاحف بيساعد على تنمية الشعاب المرجانية وتنمية الحياة البحرية، فوجودها كتير مهم. وتضرر هالسلاحف بضر بالتالي بالبيئة، بضر بوجود الإنسان حتى على الكرة الأرضية. دبي مدينة تنطبق عليها ملايين الأمثال، منها مثل إيطالي قديم: المدينة التي تقدم دون أن تطلب تكون أجمل مرتين. فدانت الدنيا معطاءة وليس لعطائها حدود.